امبارح انا اتكلمت عن حكايه القايمه دي بسرعه كده. الحياه الزوجيه بيبقى فيها تفاصيل كتير، واجمل الحيوات الزوجيه اللي بيبقى فيها هي نوع من انواع التراضي والفهم، الفهم للحكايه. بس استدعت الحكايه بعد ما خلصت كلام امبارح، قلت يا ريتني قلت لكم ان عقود الزواج دي عقود مشروع فيها انك تكتب اي حاجة، انما احنا تعودنا على حاجة كده ثابتة ونكتب المؤخر 25 قرش، دلوقتي بقوا يكتبوا مؤخر والمهر مش عارف ايه عشان نوفر اجر المأزون. ده زمان كنا نعرف الحكاية دي، لكن الدقيق والحقيقي انه عقد زواج، فلان هيتجوز فلانة، طب هما عايزين ايه من بعض؟ تقول له انا عايز العصمه في ايدي زي ما في ايدك، من حقها. تقول له لو اتجوزت اعتبر طالق، لو اتجوزت عليها من غير ما اعرف اعتبر طالق، من حقها. تقول له لو طلقتني تسيب لي الشقه والبيت وكل حاجه في البيت، من حقها. مش بقى قايمه، لا، العقد اساسا تكتب فيه كل حاجه، اي حاجه تخطر على بالك تكتبها في العقد، يمضي عليها العريس وتمضي عليها العروسه ويمضي عليها الاثنين الشهود والوكيل وكل حاجه. فاذا الحكايه دي لازم يبقى فيها، يعني انت بتشوف بره مثلا لما مثلا زوج يقوم يعدي كده يضرب معاه الحظ وبتاع، يقوم يروح يعيش حياته زي ما هو عايز، يقول لك لا، القانون بتاعهم الزوجه تاخد نص فلوسه. هل ده معارض للدين؟ لا، ملوش علاقه الدين بالموضوع خالص، لان هم اتفقوا على كده في المجتمع، ملوش علاقه خالص. الدين ده عقد جواز، الدين ما كانش في الاصل في عقود جواز. فلان بيتجوز فلانه، بيتفق الراجلين الاب والاب الثاني او العريس بيبقى عايز كذا وهنعمل كذا وهنسوي كذا، ثم في المكان ده عرف، خذ العفو وامر بالعرف، في عرف متعارف عليه في المكان ده راضين بيه الناس كلها، بيتنفذ اشد من القانون العرف اللي موجود في المكان. دلوقتي احنا اختلفنا وبقى في اعراف كتير، فبقينا نعمل بقى عقود عشان نحفظ الحقوق للناس. واحنا العقود عندنا من سنة 11-18-1900 بدأ التسجيل، قبل كده ما كانش فيه تسجيل، عشان الحقوق، عشان نعرف ان ده متجوز دي، لو جرى له حاجة، لو جرى له حاجة الورث والحاجات دي، كل ده بيتكتب في عقود انت من حقك تعمل فيها اللي انت عايزه. يا شبابنا انتبهوا، اذا كان محدش بيقول لكم الكلام ده فالكلام ده حقيقي 100%، فيش فيه نقاش. اكتبوا عقود الزواج زي ما انتوا عايزين. اللي بيختار بيبقى يعني عايز يتجوز، وهي بتبقى عايزه تتجوز، ويبقى عندهم اندفاع جميل جدا جدا، بتبقى الصدور مرتاحه لتقبل اي شيء. ايه المشكله ان الست يبقى معاها تطلق زي ما الراجل يطلق؟ ايه المشكله؟ ايه الاهانه للراجل في كده؟ مفيش اي اهانه. ست مش عايزاك، يقول لك لا، ما انا لو مش عايزاني هطلقها. بس ده ما بيحصلش على فكره. امال قضايا الخلع اللي ماليه البلد دي بتبقى ايه؟ ما هو مش عايز يطلق. ده يعني مش سجن، ده حاجه ظلم كبير. طب حله ايه؟ تشريعات وحاجات زي كده، ماشي. لكن الشباب اللي بيتجوزوا اكتبوا في العقود اللي انتوا عايزينه. اكتبوا في العقود الجواز كل حاجه. وهيمضي عليه الطرفين، وده يعتبر زي قانون بالظبط بينكم. اي حد فيكم يخل بالقانون يبقى تتخذ الاجراءات المكتوبه في اسمه عقد زواج، يعني عقد بين الطرفين. فيا ريت ان اخواننا الناس تقول للناس تفهمهم الحكايه دي، وتفهمهم انه عشان الحياه تبقى جميله ومستقره وبتاع لازم يبقى فيه صراحه، ولازم يبقى فيه امان. الامان ده في غايه الاهميه بالنسبه للزوجه وبالنسبه للزوج. مش بنقول بس المشاكل عند الزوجه، في مشاكل برضه عند الرجاله كتير، في ستات بتعمل حاجات صعبه موجود. نكتب بقى في العقد كل حاجه عشان نقدر نثبت الحاجات ونقدر نعالج الامور بشكل قانوني، ما بقاش فيه تلاعب كتير. ده بمناسبه بس ان احنا باب الخلق بنهتم عموما بكل شان يخص الحياه ما بين الناس. احنا بنسعى مع حضراتكم وانتوا كمان بتسعوا ان احنا نحاول نخلي حياتنا، الحياة لوحدها خشنة جدا، فاحنا بنحاول نعمل فيها يعني نوع من انواع
لزوجك لو السيولة بحيث انها تبقى مقبولة ونبقى قادرين ان احنا نعيشها وقادرين ان احنا نربي اولادنا على انهم يحبوا الحياة ويصنعوا للحياة اشياء كثيرة جدا ليهم وللاجيال اللي جاية عشان تبقى مصر دايما بخير بكل نظرات ولادها الشباب للمستقبل وكبار كمان على فكرة.